للحديث أكثر ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور راكز الزعارير، باحث استراتيجي. دكتور الزعارير، حياك الله في قناة المملكة. يعني بعثت أمل وتفاؤل من هذه النتائج، لنقل بداية لنأخذها خطوة خطوة، نتحدث عن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في هذه الدراسة. الواقع أن هذه الدراسات التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية بشكل دوري، وهذه هي الدراسة الاستطلاعية الخامسة على حكومة دولة الدكتور عمر رزاز منذ تأسيسها منذ عام ونصف، هي تعتمد المعايير العالمية لقياسات الرأي العام من حيث اختيار العينات وتوزيعها وتقسيمها، حيث أن العينة التي يتم استطلاعها حوالي 1000 المستجيبة للاستطلاع وللإجابات كانت حوالي 1412 مستجيب، منهم 700 من قادة الرأي و 1712 من العينة الوطنية. والعينة الوطنية كانت موزعة على 214 موقعا جغرافيا في مختلف مناطق وأحياء المملكة. والعينة عينة قادة الرأي أيضا كانت موزعة بنسبة بعدد يعني 100 شخصية على كل فئة من فئات قادة الرأي. وبالتالي الاستطلاع الذي يجريه مركز الدراسات هو يعني يخضع لكل المعايير الدولية في قياسات الرأي العام، طبعا يعطي مصداقية عالية جدا بنسبة استجابة عالية تصل إلى درجة 97%، في عندنا ماينس بلس يعني 2.5% ممكن أن تكون في هامش الخطأ في هذا الاستطلاع، لكن الاستطلاع هو يعني درجة مصداقيته تصل إلى 95% هذا الاستطلاع، حيث يعطي يعني صدقية كاملة للاستطلاع وأراء المواطنين الأردنيين تجاه الحكومة. دكتور الزعارير، عندما نتحدث عن نفحة التفاؤل هذه من خلال النتائج، نرى بأنه يعني أحد ضيوفي قال لي في آخر مجريات، قال الأردن ليس بمنأى عما يحدث في المنطقة الملتهبة من حول الأردن، وكله سوف يؤثر على الأردن. عندما نرى الوضع ملتهب ما حول الأردن والأردن يخرج بالتفاؤل، لا والأردن أيضا يقول بأنه زاد ثقتهم بالحكومة الحالية، ثم نرى بأنه متفائلون بالوضع الاقتصادي 2020، هذه النفحات من التفاؤل يعني كيف يمكن أن تعتبر أوراق رابحة بيد الحكومة لرأب الفجوة ما بين الحكومة والمواطن أو الأحزاب والنواب وغيرها؟ تمام. الواقع أن حكومة الدولة دكتور عمر رزاز يعني لما تم تشكيلها قبل سنة ونصف حصلت على أعلى نسب ثقة بالمواطن الأردني عند تشكيلها، لأنه إذا يعني استعدنا الذاكرة، الحكومة جاءت على عقاب حكومة الدكتور هاني الملقي، وكانت بناء على يعني تيارات شعبية ووطنية كانت تطالب بالتغيير. الحكومة يعني خلال أدائها الاقتصادي انحدرت ثقة المواطنين بالحكومة خلال الاستطلاعات الأربعة السابقة لهذا الاستطلاع. لكن هذا الاستطلاع الحقيقة يعني بالرغم زي ما تفضلتي أن الأردن يعني يعيش في 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 بيئة ملتهبة من حوله، لكن الاستطلاع يركز على الوضع الداخلي في الدولة الأردنية وعلى أداء الحكومة من حيث أدائها الاقتصادي واهتمامها بشؤون المواطن. وإحنا بنلاحظ إنه بالفترة الأخيرة يعني خلال الفترة السابقة خلال الثلاث أشهر أربعة أشهر السابقة كان هنالك تركيز كبير جدا من الحكومة على الشأن الداخلي، يعني منذ أزمة المعلمين وجاي يعني كان في تركيز كبير جدا من أداء الحكومة ومن دولة الرئيس ومن الوزارات المعنية، وتم تعديل على الحكومة أيضا. طبعا كل هذا بتوجيهات من جلالة الملك الذي يعني أكد على الحكومة وقال لازم نشوف أشياء ملموسة على أرض الواقع. انتهجت الحكومة، حاولت الحكومة من خلال أيضا يعني الاستطلاعات هي جزء من المؤثرات على الحكومة وهي بتنبه للحكومة، يعني رسالة الاستطلاع هي أنك أنت تحط أمام الحكومة شو بفكر المواطن الأردني حتى يستطيع الحكومة تتعامل مع الواقع. لكن بعد يعني بعد هذه المؤشرات استطاعت الحكومة يعني وخاصة دولة الرئيس أن يعني يعدل اتجاه السفينة قيادة الحكومة والفريق الحكومي، بحيث أصبح أقرب بشكل أفضل للمواطن، لهموم المواطن، لقضايا المواطن، خاصة الشأن الاقتصادي. وإحنا يعني 22% من العينات المستجيبة لهذا الاستطلاع ترجع بإجاباتها إلى العامل الاقتصادي،
إلى العامل الاقتصادي، بأن لأن العامل الاقتصادي طبعا هو خمس قضايا أساسية هي بركز عليها بالجانب الاقتصادي. هي البطالة أكثر عامل مؤثر، البطالة ثم غلاء الأسعار ثم الفساد ثم الأوضاع الاقتصادية و يعني غلاء الأسعار. هاي عندك. ما الذي جرى دكتور الزعارير؟ يعني نحن بنفس المواطن ونتحدث ما يتحدث به المواطن، هذه الاستطلاعات تبث روح التفاؤل، طيب ما الذي لمسه المواطن حتى يعطي بدرجات التفاؤل؟ فساد ولا زال قابعا، بطالة ولا زال الشباب باطلون، فقر ولا يوجد، لا يزال يوجد خيوط فقر لنقل موجودة. تمام. فبالتالي ما الذي جرى، ما الذي استجد حتى تأتي هذه النسبة والنفحة التفاؤل؟ احنا يعني نعلق على النتائج ولا نتدخل بالنتائج طبعا، يعني طبعا. النتائج هي هذا رأي المواطن ولا أحد بيستطيع، ومركز موثوق به ورأي لو قدسية لا يتدخل فيها أحد، نحن نعلق على النتائج. لكن من خلال ما يعني خلال الثلاث أشهر الأربع أشهر السابقة نلاحظ أن أداء الحكومة مثلا عمليات الإصلاح، عمليات زيادة رواتب المتقاعدين، عمليات زيادة رواتب الموظفين، عمليات مثلا حزم الاقتصادية اللي أعلنتها الحكومة الإصلاحية، عمليات مثلا بعض قضايا الفساد التي تم التصدي إليها، ما انحلت كل المشاكل والتحديات والمعضلات اللي يعني بتواجهها المجتمع الأردني. يعني الحكومة لم تستطيع أنها تنتهي من ظاهرة الفساد، لكنها يعني في جدية، لا يعني المواطن بلش يعني يصير في عنده نوع من المصداقية، لأن الحكومة تتجه باتجاه محاربة الفساد، وتم يعني في حالات في قضايا عدة قضايا يعني ظهرت خلال الفترة الماضية يعني تعكس مدى اهتمام الحكومة بموضوع محاربة الفساد، تعكس مثلا مبدأ التشغيل، يعني صار في عندنا فرص عمل والحكومة بتحاول تجد فرص عمل، فرص التشغيل للمواطن. الحكومة رفعت بالنسبة مثلا الرواتب بالنسبة للفئات للقطاع العام كله تقريبا، للمعلمين، هذا كله يعني مجموعتها بتعمل باكج كاملة كلها بعض، بتخلي انه يعني المواطن يعني يزيد شوية تفاؤل. هو المواطن ما قفز يعني تفاؤله من 30% ل 70%، هو تفاؤل محدود، يعني نسبة التفاؤل اللي تحسنت في هذا الاستطلاع هي نسبة محدودة، لكن يعني خاصة هي كانت أكثر زي ما حكى الدكتور زيد عيادات مدير المركز، هي عند قادة الرأي يعني كانت عالية شوي، يعني كان في تحسن ملموس بأداء الحكومة والفريق الاقتصادي. كيف يمكن لكن لدى الرأي العام أن تستثمر، عفوا للمقاطعة دكتوري، لكن كيف للحكومة بأنه يعني أصر عن أتحدث بأنها نفحة تفاؤل كما أنها كما تحدث بأنها محدودة، كيف يمكن للحكومة أن تستثمر هذه النفحة للمضي قدما وفعلا رأب الصدع ما بين الحكومة والمواطن والأجهزة كاملة؟ تماما، هي الحكومة تستطيع أنها تحسن من أداء، تستطيع أن تحسن من مزاج المواطن الأردني، تستطيع أن تحسن من ثقة المواطن الأردني بعدة عوامل إجراءات. هي أهم شيء يعني بهم المواطن الأردني هو العمل الميداني للفريق الحكومي. إحنا من إذا الاستطلاع دائما هو يقيس الرأي باتجاه أداء دولة الرئيس، ثم أداء الفريق الحكومي، التشكيلة الحكومية، ثم أداء كل الحكومة مع بعض. أهم شيء بهم المواطن أن يكون هناك عمل ميداني من قبل الفريق الحكومي، يعني الوزراء والمدراء والتنفيذيين في الميدان. في الأداء، ويكون هو يعني تماشى مع المواطن ويستجيب لهذه القضايا، ويحاول أنه يعني على الأقل يجتهد أنه يجد حلول لهذه القضايا. ويتجاوب مع المواطن. في هذه الحالة المواطن يحس أنه في حدا مهتم جديا بالموضوع. لكن إحنا انتقلنا يعني إلى حد ما انتقلنا من جانب يعني اللامبالاة إلى يعني اللامبالاة كانت من بعض الوزراء وكذا، إلى نوع من الجدية الأكثر جدية، وهذا كان واضح، يعني كان واضح بعمل توجيه الحكومة لما سيدنا الله يطول عمره بقول يعني اللي بده يشتغل كويس أهلا وسهلا، ما بده يشتغل يعني يقعد ببيته. يعني فكان هذا التوجيهات بتعمل تحفيز عند الفريق الحكومي. انه يعني يشتغل بجديه اكثر، وهذا هو يعني بيت القصيد بالنسبه للمواطن الاردني. لكن المواطن الاردني يدرك تماما بحجم الضغوط الاقتصاديه وحجم الضغوط السياسيه وحجم الضغوط الاقليميه والدوليه التي تقع على الدوله الاردنيه ككل. احنا بنحكي عن الدوله الاردنيه، زي برضه ما حكى مدير مركز الدكتور زيد، احنا اليوم بنحكي عن الدوله الاردنيه هي موضع ثقه للمواطن. لكن الاداء الحكومي والميداني هذا في خلاف عليه، انه المواطن بقول لك انا يعني هو التحسن كان يعني طفيف
وعند قادة الرأي وخاصة بالنسبة لدولة الرئيس، يعني ارتفعت بشكل واضح يعني بنفحات هذه التفاؤل نقاط. دكتور الزعرير، يعني نتمنى بأن تكون سنة 2020 يعني موضع ثقة وتفاؤل على المملكة بالعموم. دكتور راكز الزعرير باحث استراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، ونتمنى كل خير للوطن. آمين. إن شاء الله. آمين. يعطيك العافية.